لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطبتم أينما كنتم. يسعدني أن أقدم لكم برنامج عقول وقلوب، وهذه الحلقة بعنوان حكاية أم. في البداية أحب أرحب بالزميلة والإعلامية الفاضلة الأستاذة غادة مرسي. تفضلي يا أستاذة غادة. برحب بك يا أسامة، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة وممتعة بإذن الله. إن شاء الله. لو قلنا كلمة أم يعني حب، يعني حنان، يعني دفى، هي الوحيدة اللي بنلجأ لها. البيت هو أمي، مهما رحنا ومهما جينا برضو بنرجع لحضنها، وزي ما سيدنا النبي قال الجنة تحت أقدام الأمهات. هي اللي بتحبنا بكل عيوبنا، وهي برضو اللي بتحبنا بدون مقابل، وإحنا عايشين ببركة دعائها، وربنا سترها معانا ببركة دعائها. ولو ماتت ربنا بيبعت ملك من السماء ويقول ماتت يا ابن آدم اللي كنا كارمينك عشانها، اعمل عمل طيب عشان نكرمك عشانه. أعزائي المشاهدين، تحية وتقدير لكل أم كافحت وتعبت وسهرت عشان تطلع لينا شباب يعني زي الورد. وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي تكون جميلة جدا ومثمرة، وهنوريكم نماذج مشرفة. النهاردة عندنا اتنين نموذج من الأمهات. أم ربنا رزقها بعصام الحاجة زينب، كان عنده نقص في الأكسجين، ويشاء القدر ان كان ممكن يعيش او ممكن يموت، لولا بس ان هي عندها يقين بايمانها ان ربنا موجود وهيقبل دعائها، كافحت لحد ما ربنا كرمه واخد شهاده جامعيه وعمل دراسات عليا وكمان اخد بطولات رياضيه. وعندنا ام تانية، بجد الام دي ام عظيمه جدا جدا، يعني ما شاء الله ربنا يديها الصحه. ثلاث امهات في بيت واحد، الجده والام والابنه، قصه كفاح مستمره. ان شاء الله باذن الله هتعرفوا حكايتهم معانا، وبرحب بيكم بجد، متشكره جدا جدا ان انتوا قبلتوا دعوتنا، ويا رب ان شاء الله عيد سعيد عليكم باذن الله. نبتدي بقى بالحاجه، عايزه بقى حضرتك كده تعرفينا قصه كفاحك الجميله اللي انت ابتديتي بيها وانت صغيره، وايه اللي حصل لك؟ هي قصه طويله، بس احنا نقول باختصار بقى ملخص. يعني انا توفى زوجي اثر حادث قريب وانا كان عندي 40 سنه، وانا ارمله بقالي 40 سنه. كان عندي أربع بنات أسر، طبعا عشان الميراث ما كانش فيه لا عم ولا خال ولا أي حد، يعني الحمد لله عشان ما نطولش أنا ربيتهم وجوزتهم الحمد لله، وعلمتهم على كلهم جامعيين وكلهم في وظائف محترمة. بس للأسف عدت الكرة تاني لما اتنين منهم توفى أزواجهم، وكل واحدة عندها ثلاثة واللي عندها أربعة، بنعيد الكرة تاني والحمد لله ربنا اللي واقف معانا فيها. الحاجة زينب جميلة الروح والملامح والقلب وكل حاجة. أنا سميرة. الحاجة سميرة، سوري. طيب حاجة سميرة، بقول لحضرتك لما جوز حضرتك اتوفى أنت ليه ما اتجوزتيش تاني؟ أنا كان عندي أربع بنات أسر. أربع بنات؟ طيب يعني أنا اتجوزت بناتي بقى عشان أربيهم وأعلمهم. هو يقصد إن حضرتك لما كان عندك الأربع بنات ما فكرتيش تتجوزي؟ لا 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 أبدا. طيب ساعتها يا حاجة كنت بتصرفي منين؟ لا انا موظفه، بس كان المرتبات صغيره جدا والمعاش صغير جدا، يعني كان المعاش ما يكفيش ان انت اصلا لا ما يكفيش يعني تصرفي على العيال دي. لا أنا طيب فكان من باب اولى ان انت مثلا تتجوزي وان انت حد يساعدك في تربيتهم، او ان انت تعيشي حياتك عشان انت كنت لسه سنك صغير. ايوه. طيب ليه بقى ما اتجوزتيش؟ اقول لحضرتك، اولا انا مش هسمح بحد غريب يخش على بناتي ولا اقدر اسيبهم واروح لحد، وبعدين انا دفنت نفسي في العمل بقى، يعني أنا كنت في العمل امتياز على طول، طول سنات ما شغلي شاء الله امتياز ما شاء الله. كل سنة الحمد لله ما شاء حتى الله. اتكرمت على مستوى المحافظة كمان، بدفن نفسي في الشغل والعائد بيروح لولادي كده أحسن تمام. لي من أي حاجة الحمد لله. طيب تربية أبنائك يا حاجة هل كانت صعبة؟ أكيد. يعني هل تعبتي؟ طب المعاناة أكيد. دي معاناة عشان قلة المادة وقلة الفلوس لا ولا كان خوف عليهم، خوف على بنات القلق وأنا كنت صغيرة برضو، يعني نعتبر خمس بنات اللي بيشوفنا يقول اخوات يعني. بس انا كنت مستعجله عليهم بالجواز اول ما خلصوا عشان الاقي راجل في وسط العيله يعني. والحمد لله ربنا رزقني باربع رجاله كانوا اكنهم ولادي واحسن شويه.
طيب. بس اتنين منهم اتوفوا. التعليم مستوى التعليم بتاع عيالك او اولادك؟ كلهم جامعيات الحمد لله. تعليمهم ايه طيب؟ انا عندي واحده تجاره بكالوريوس تجاره، وعندي واحده اداب ما شاء مدرسه الله. ما شاء الله. وعندي واحده برضو حقوق، وعندي واحده اداب برضو بس هي قعدت ست بيتي. يعني ما شاء الله حضرتك طلعت لنا رموز وكوادر في المجتمع، هم بيخدموا المجتمع ما شاء الله وبيأدوا نفس الرساله اللي حضرتك اديتيها. اه طبعا الحمد لله. طيب احنا عايزين حضرتك تنصحي كل ام مرت بنفس الظروف اللي انت مريتي بيها وجوزها توفى ومعاها بنات، نصيحتك ليها ايه عشان برضو تطلع كوادر ورموز في المجتمع ويخدموا بقى مصر ويخدموا بلدنا؟ ونصيحتي ليها ان هي يعني تعلم بناتها ازاي يبقوا عندهم صبر وعندهم قدرة على انهم يكافحوا عشان يوصلوا للهدف. يعني الواحد لو ما فكرش هدفه ايه هيمشي غلط. فاحنا كان هدفنا ان احنا نوصل للامان، يعني البنات الحمد لله تخلص تعليم وتتجوز والام تبقى سعيده بان اولادها خلصوا واتجوزوا والحمد لله. ربنا يبارك. اكبر سعاده. طيب بص يا حاجه، عندنا مثل في الصعيد بيقول ايه، اللي يشجى يلجى. اه صح. قولي لي بقى المثل ده اتحقق في حياتك ازاي؟ يعني انت احكي لي بقى ازاي تعبتي وازاي ربنا والثمره رضاكي. اللي هي الثمره اللي ربنا وازاي ربنا رضاك. وانا هقول برضو للساده المشاهدين مثل اللي يشجى يلجى ده في ايه في القران شبهه كده او زيه متماشيه معاه، لان الامثال الشعبيه دايما مستوحاه او مستمده من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن الاديان بتاعتنا. قولي لي انت تعبتي ازاي وربنا رضاكي ازاي؟ انا كفايه ان انا اقول بر بناتي دلوقتي وازواجهم الموجودين يعني لا يعادلوا شيء تعبك وشقاكي، لا فلوس ولا كفايه ان انا حاسه بناس بتهتم بيا وحنون عليا وواقفه جنبي ما شاء الله عليهم. يعني بر يعني ما اقدرش اقول لك ازاي. ربنا يبارك في صحابك. ربنا يبارك طيب فيهم جميعا. احنا نقول المثل اللي كان بيقول اللي يشجى يلجى. ربنا بيقول في القران ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. هي دي. فانت احسنت عملك في تربيه اولادك، تعبت معاهم، يعني اثرتي ان انت تفضلي مع اولادك وتربيهم عن ان انت تتزوجي وتعيش حياتك او تبصي لنفسك او لشبابك او لكده. وثمره ده ان اولادك دلوقتي بيبروا بيكي، اولادك حنينين عليكي. طيب انت نصيحتك لكل ام، اتفضلي يا استاذه. اتفضلي يا حبيبتي. لا خلاص ماشي اتفضل. احنا عايزين بقى نصيحتك لكل ام. بص حضرتك، انا اول ما جوزت رابع واحده واطمنت انها في حما راجل طلعت حجيت بقى الحمد لله. اه ما شاء الله. ومن بعدها انا الحقيقه يعني مش قادره اقول لك، انا مش حاسه ان في حاجه ناقصاني ولا لا حب ولا حنان ولا حياه ولا اي حاجه الحمد لله. الحمد لله. وما زلت واقفه برضو جنب اللي هم لسه بيكافحوا زيي. ايوه قصه مستمره، قصه كفاح مستمره. عشان كده بقول يعني أيوة. بقول ما شاء الله يعني ثلاث امهات عندي لسه بقى ان شاء الله. ربنا يا رب يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. احنا بقى هنيجي بقى عند حضرتك مدام زينب مامة عصام. عايزاكي بقى تقولي لنا اول ما ربنا كرمك بعصام احكي لنا القصه كانت عامله ازاي. انا الحمد لله معايا ثلاث اولاد، يعني اسماء وضياء وعصام، بس اسماء الكبيره وضياء بعدين. فربنا انعم عليا بعصام، كان عنده نقص اكسجين. ما اكتشفتش الموضوع ده كله الا بعد ما تم 3 سنين. طبعا في الصعيد هناك الدكاتره برضو ما حدش وصل للحاله بتاعته، فجيت هنا القاهره عرفت الحاله بتاعته عن طريق الدكتور امام النجمي. طبعا دخلني في علاج طبيعي 3 ايام في الاسبوع. طبعا الحاله بتاع عصام متاخره خالص، ما كانش بيتكلم يمشي ما فيش تركيز. كنت بعمل له الذكاء بتاعه كان بيطلع 30%. تمام. وجسمه كان لافف عليه، يعني حتى دراعه وجسمه كان في الارض، ما مش واقف زينا. كل ما يكبر كل ما يلف على نفسه. ما زهقتيش في الاول؟ لا، كان عندي يقين بالله، وكنت حاسه ان عصام، انا عصام قعد اسبوعين ما يرضعش. فكان كنت محجوزه بيه في المستشفى تحت الاكسجين في الصعيد هناك 40 يوم، يعني كان عنده سنه 40 يوم. ما قطعتش الامل في الله وفضلت مستمره ان انا هيرضع برضه عصام. ما نشفتش لبني، وفعلا بعد اسبوعين بالظبط بقيت اخد اشفط لبن واحطه في زي شيلومون كده اللي هي بتاع الجلوكوز، واروح حطها له بوجه واسحب حاجات كانت على صدره من مناخيره. لدرجه ان الممرض بقى يدخل عليا يقول لي انت كده، ده ايه اللي بتعمليه، ده مين اللي علمك كده؟ فده كان احساس ام.
بعد كده جيت بيه هنا في مصر، اكتشفت الحاله بتاعته بالظبط، ومشيت مع دكتور امام النجم علاج طبيعي. فاي ام كانت بتسيب عيلها وتمشي اللي مع السواق واللي تقعد بره مثلا لغايه ما يخلص الحصه بتاعته، انا كنت لا ادخل واشوف الحصه بيعملوها ازاي، لغايه ما خدت منهم الخبره. انا مش انا تعليمي متوسط، تعلمت هنا خدت شهاده محو الاميه عشان اعرف اذاكر العصام. ما شاء الله يعني فضلاً. محو اميه وطلعتي ما شاء الله ثلاثه ما شاء الله جامعيين. اه الحمد لله معايا عصام. طيب. حاجه معصام اتفضل. انا عايز توصفي لي احساسك اول ما عصام اتولد، انت كنت حاسه بايه لما الدكاتره قالوا لك ان هو من ذوي الهمم او لا؟ لا انا ساعه ما اتولد عصام كان عنده كان عنده 3 سنين. لا ده انا بعد ما حصل كده بثلاث سنين، لكن انا في البلد كان عصام حصل عنده زي سكره موت او جافزه الموت دي، ففعلا كنا داخلين يدفنوه، كان عنده 40 يوم. دكاتره كشفت عليه في البلد هناك، حتى في المستشفى كان هيجوزوه في الثلاجه، قلت لهم ابني عايش، وبالفعل دخلته في الاوضه اللي هي بتاعه الرعايه، وحطينا الاكسجين على مناخيره وضغطت على قلبه هنا. يعني انت كان عندك امل ويقين في ربنا حضرتك ان الطفل ده هيعيش وهيكمل. انا كان عندنا واحد، يعني والدي كان بيحاول ان هو ايه عايز يدخل، لان ابويا كافح، والدي الله يرحمه الحاج سيد يعني الله يرحمه ويسامحه الحاج فوزيه، امي وابويا اللي علموني الصبر واعطوني الحنيه واعطوني الكفاح، خدت من امي الصبر ومن ابويا الكفاح، بس هما تعبوا معايا. الدكاتره طبعا كلامهم كان يمشي على اي حد، قالوا ده متوفي، فالدكتور عندنا في الوحده هناك توفى، فطبعا عشان يخشوا يدفنوه كده فهو بيحاول يصبرني ويراضيني. بالفعل دخل واحد عشان ياخده ويدفنه، انا قلت له ابوسه بس مره واحده، فعلا لقيت الحته دي بتنبط هنا كده نبط كده. يا سبحان الله كان ممكن كان اتدفن. ما خلاص ده حتى مكفنينه يعني. رحت واخداه في حضني وجريت، جريت حضرتك حتى ما كانش كنتش لابسه حاجه في رجلي، جري ورايا واهلي وكده. دخلوا الوحده لقوني بعيط الدكتور، المهم الدكتور قال لي طب ده ميت وكده، قلت له مش ميت، انا حاسس انه عايش. ده بالفعل احساس ام بقى احساسي. يعني ده احساس ام اللي بالفعل. هو اقوى من اي حاجه. فضل من الله والله، فضل من ربنا. حاجه مهمه التربيه، يعني تربيه ابوكي وتربيه امك الله يرحمه. انا بعتز غرزوا فيك حته الامل والاصرار وان رب ان ربنا فعلا. موجود. انا بعتز ان ابويا وامي رحمه الله عليهم اجمل ابهات وامهات في الدنيا، انا شفتش اب وام زي. وبعدين حته الامل والاصرار هنجلها في تربيتك لعصام، بس في سؤال مهم. اتفضل. عايز اعرف نظره العيله بتاعتك ونظره الجيران ونظره الناس وكل اللي يعرفوكي ان عندك ابن من ذوي الهمم، كانوا يبصوا لك ازاي؟ في الاول يعني نظره شفقه نظره لا في الاول خالص في الاول خالص كان بيبصوا لي ان انت ليه يعني تعمل مجهود جامد معايا، يعني معاكي واد وبنت، فمش ما فيش داعي للتعب. واللي كان بنت غير معايا اسماء، الاستاذه اسماء والاستاذ ضياء محامي قد الدنيا، واسماء شغاله في المطار الدولي ما شاء الله ما شاء الله، دول الكبار يعني اسماء شغاله في المطار واخده حسابات ومعلومات، وبعد كده قدمت في الداخليه وتعينت في المطار. والابن الثاني محامي الاستاذ ضياء. وعصام هنجيب شويه كده عصام بقى يحسن بقى ويجيب نفسه. فجيت هنا حضرتك الدكتور امام النجم الله يكرمه، دخلت وشفت المنظر بيعملوا ايه، بقيت اخد ابني من العياده، من العياده كانت عياده خاصه، اروح البيت اطبق، يعني كانوا بيدوا له هم ساعتين او ساعه، الدكتور محمد سعد الله يبارك له لما لقاني ان انا عندي وعي وعايزه اتعلم وعايزه اشوف بيعمل ايه، فدخلني معاه وبقى يقول لي طب بص يعني عايزه تعمل ايه، اقول له عايزه اعمل زي ما انت بتعمل. دي رحله العلاج بقى، دي رحله العلاج. ايوه تقدر ان انت تمارسي الاساليب العلاجيه البسيطه دي مع عصام. ده بالفعل انا 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 بالفعل تفوقت على الدكاتره لدرجه الدكتور امام النجمي اداني اجهزه في البيت، وبقى يعني اول كل اسبوع يروح يشوف حاله عصام، كانوا بيعرضوها في هي انت بتعمل ايه، انت بتروحي تاني علاج طبيعي انت بتعمل، اقول له لا انا بعمل، انا خفت الاول افتكر ان انا بوظت حاجه في جسم الواد، بصيت لقيته قال لي انا عايز اعرف، فزح فيا وعلى صوته واتخضيت. لا سبحان الله، احساس الام، احساس الام هو اللي بيخليها مفيش. انا أيوة عندها عزيمه وعندها اصرار وعندها امل في ربنا كلام. ان الولد ده هيعيش. طبقت العلاج الطبيعي في بيتي 24 ساعه، ما كنتش بنام، بقيت عاملاه زي ايه زي ما اكون عجينه كده بدعك فيها وخلاص، عمال على بطال لغايه ما فردت رجلي، دراعه كان كده، ده كان في الارض فردته، رجبته دي ما كانش ثابته، ما كانش فيه توازن، كنت باخد البالونه بتاع الدكتور امام النجم اعمل له توازن عليه،
بجيت اربطه. قرب 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 الميه. بجيت حضرتك تعلي صوتك بس عشان المشاهد. بجيت دايما موجهه في الشارع عشان ايه؟ الدماغ بتاع الطفل اللي زي الحالات اللي زي دي عايزه زي تشغيل عام، مش عايزه ان انت تقعديه جوه البيت. تمام. طيب بس انت ما جاوبتنيش على سؤال، نظره الناس ليكي وكنت بتتعاملي معاهم ازاي؟ لا بصراحه في حاله عصام كتير. لا لا ده كان في لوم، كان في عانيت كتير. عانيت كتير مش كويسة، بس انا كنت فخوره بيه. أيوة يعني هي دي بقى. كان كل حد يشوفني وانا شايلاه او مثلا امشي بيه واروح في مكان كان بيبص لي بصه اللي هو ايه يعني معاك ومش معاك والكلام ده كله. طب ساعدتيه في الدراسه ازاي؟ اتعلمت وعلمته تمام، وجبت له مدرس الله يبارك له ما كانش ليه في الدراسه خالص. فهو انا دخلت عصام كذا مدرسه رفضته لغايه ما جبت موافقه من الاداره التعليميه على مسؤوليه الشخصيه، كان برضو ساعدني فيها الله يبارك له. يعني هما ما كانوش قابلينه في الدراسه خالص عشان ظروفه يعني مدرسة. انا وديته عند في مدرسه اللي هي بتاع ذوي الهمم اللي هي الحالات اللي هي ايه متاخره، فعصام لو دخل هناك ما كانش هيتجد. انا بقى عايزه عصام يبتدي يحكي لنا احساسه من ساعه ما دخل المدرسه، يعني المدرسين بيعاملوك ازاي، زمايلك ازاي، وصلت في التعليم ايه، قصه كفاحك في التعليم. تمام. يعني حضرتك يعني انا اصلا كنت مرفوض نعلي صوتنا بعد اذنك بس يعني كنت مرفوض اصلا في يعني ايه في ابتدائي اصلا يعني اللي هو ايه لا قال لها يعني ايه قال لها لا ده تقعديه في البيت ولما يكبر تفتح لي كشك. قلت لا هيخش يعني يخش قالوا لها ما تتعلمش وتفتح كشك وخلاص بالظبط. بعد كده هم يعني بعد الحاح عملوا لي ايه اختبارات ذكاء واختبارات انجليزي ورياضه وكده. طبعا الاختبارات دي كانت انت لحضرتك قعدت بقى طبعا تخليه يدرب عشان يقدر يدخل المدرسه. طبعا يعني طب الزمن قد ايه يعني كم سنه قعدت؟ لا 3 شهور 4 شهور 6 سنين عشان يبقى يدخل اولى ابتدائي 6 سنين، قعدت بس 3 شهور بالظبط. طب ما شاء الله بالظبط. بالظبط. تختبر الذكاء بتاعه بتقول له انت اسمك ايه؟ قال لها اسمي عصام محمد عشماوي. بعد كده جيت له طب باباك اسمه ايه؟ قال لها ما انا لسه جاي لك انا اسمي عصام محمد عشماوي، بس مش بالطريقه ما كانش بينطق الكلام خالص يعني. تمام. وكانت هي المدرسه دي الله يبارك لها يعني هي كان في مديره المدرسه رفضته خالص. هي جت تديني فرصه بس امتحنه، فقعدوا امتحنوه فهي جت لهم على مسؤوليه الخاصه برضو، دي كان لها الفضل الله يبارك لها ان هم وافقوا في المدرسه ان ياخدوه بعد لف مدارس كتيره. انا عايز بقى نصيحه منك لكل ام اتولد لها طفل من ذوي الهمم، لكل ام تقولي لها ايه؟ اقول لها اتبشر خير وخلي عندك اصرار وخلي عندك عزيمه امل وخلي عندك امل ربنا. ودايما تعرفي ان الحاله اللي زي دي ده خير وعطاء من الله، واكيد اكيد هيجي في يوم من الايام هتلاقيه طيب. واقف على عصام ادي المايك لعصام كده اتفضل. عصام تقول ايه لكل حد من ذوي الهمم في نفس ظروفك او ظروف اصعب او اقل، تقول له ادي له نصيحه؟ يعني اقول له بس انت ما تخليش حد يحدد مستقبلك، ما تخليش حد يقفك عن طريقك. احسنت. اصرار. انت انسان وعندك عقليه. الله عليك. خلاص. الله عليك. احسنت. في رب فوق. طيب ما تخليش عقل زيك يقول لك ايه انت. الكلام معاك يطول لكن هنطلع فاصل ونرجع للتكريمات. ورجعنا لكم بعد الفاصل. احنا دلوقتي معانا الجده والام والحفيده، وفي جمعيه بدايه جمعيه خيريه مقدمه هدايا للامهات وكمان شهاده تقدير، وانا هقوم ادي طبعا شهاده تكريم للحاجه سميره. اتفضلي حضرتك. شكرا. وبرضو شهاده تكريم للاستاذه زينب. اتفضلي حضرتك. شكرا لك. عايزه اعرف كده كلمه سريعه كده احساسكم كده لما خدتوا الشهادات. نرحب بالناس اللي انضموا لينا. استاذه نهى عرفينا بقى بنفسك يا استاذه نهى، عرفي الجمهور كده، خدي المايك. الحفيده استاذه نهى مختار حفيده، ماما هي اللي مربياني 35 سنه وهي اللي شايلاني، ما اعرفش اقولها غير ماما بس بصراحه. ربنا يا رب يديها ومامتي طبعا
ربنا يربيكي وما شاء الله باذن الله. إيه عرفينا بنفسك. هناء. حضرتك بتشتغلي ايه؟ مدرسه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. كلمه سريعه بس للحاجه. انا طبعا بشكركم اولا، ثانيا بنقول كل سنه وانتم طيبين لكل الامهات، وبنترحم على امهاتنا اللي علمونا. وحضرتك بألف خير، وكل امهات مصر طيبين ونماذج مشرفه. الحاجه ام عصام. طبعا حضرتك الف شكر لاستضافتكم لينا، وبقول لكل ام كل سنه وهي عادتها طيبه، وبقول لكل ام توفت واب الف ملايين الرحمه ليهم. الف شكر لحضرتك والف شكر لكم. الف شكر عصام. بس بس كلمه بس، يعني ايه، بوجه رساله بس للرئيس، تمام؟ ان انا عايز اتعين تعيين حكومي يعني في وزارة البترول ان شاء الله. ان شاء الله تنول اللي انت عايزه ان شاء الله، ربنا يحقق لك كل امنياتك باذن الله ان شاء الله يا رب. امين يا رب، ربنا يخليك. طيب كده بقى احنا بننهي حلقتنا، والف ورحمه ونور على امهاتنا اللي تحت التراب، وكل سنه وكل ام بصحه وعافيه اللي ضحت بصحتها عشان خاطر تسعد ابنائها. وباذن الله ان شاء الله باذن الله احنا هنتوقف في شهر رمضان، وهنرجع للبرنامج بعد شهر رمضان. اعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وانتظروا مننا مفاجات حلوه كتير باذن الله. وطبعا لسه في الهدايا كمان، انا برضو نسيت عفوا ان انا اقدمها برضو من جمعيه. قدمي قدمي يا استاذ. ماشي اتفضلي حضرتك. ماشي اتفضلي حضرتك. وحضرتك دي طيبة. دي حاجة نقدمها لكم، دي حاجة بسيطة. حاجة رمزية يعني. البرنامج بالاشتراك مع جمعية بداية، ولكن دي مش يعني لا تساوي اللي انتوا عملتوه طبعا، واللي انتوا قدمتوه للمجتمع كنماذج مشرف. كفاية قصة الكفاح اللي انتوا بجد يعني ما شاء الله، يعني أكيد مهما الكلمات بتاعتنا يعني مهما نتكلم مش هنوصل الإحساس والمعاناة للسنين دي كلها، كله عند ربنا. أكيد ربنا إن شاء الله هيجازيكم إن شاء الله بإذن الله خير، وبنشكركم. شكرا شكرا جزيلا، ونورتونا ونورتوا البرنامج. اما ربنا يخليكم امي الغاليه، فكل كلمات الشكر والمدح والاطراء والثناء لا تكفي، لان جزائها عند الله. شكرا. ماشي، وبكده تكون حلقتنا خلصت ان شاء الله، ونلتقي بكم بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. وحضرتك طيبه، مع السلامه.